هلو، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ لسه في انرجي يا شباب؟ It's going good. في قد ايه بيرنتس هنا؟ طب بصوا، يعني هو التحذير، خد ابنك وروح، يعني سريعا كده. سامعني؟ مين هنا ريال مدريد ومين برشلونه؟ ريال مدريد. ريال مدريد؟ اوكي، هتمسك؟ اوكي. Very good. مين عايز يجرب يا جماعه؟ انا. اوكي، انت ايه؟ برشلونه ولا ريال مدريد؟ خلينا الناس هنا بقى. انت بتشجع مين؟ ولا حد؟ هتمسكي؟ واو. اخر، احنا رمينا 3 كور، فاضل 2 كور، يعني كده التوتال 5 كور. معايا؟ ريال مدريد ولا برشلونه؟ ريال. دي صعبه، انت بعيد، خلي بالك. يلا لاست وان، دي كوره رقم 5. اوكي، انت قلت لي من بدري. واو، ايه ده؟ فيري جود. السلام عليكم. انا اسمي انس الدهود، انا سيرتيفايد سترينث كوتش. هكلمكم عن موضوع النهارده اسمه ذا اند اوف جود، نهايه الجيد. ايه الاند اوف جود؟ الاند اوف جود بيقول ان الاجيال الجايه، الشباب اللي هنا ان شاء الله كده، being good will not make you survive anymore. You have to be excellent. لازم تبقى متميز في حاجه. فخلينا نتكلم عن الموضوع ده النهارده. احنا جدودنا بالهاي سكول بس كانوا بيلاقوا شغل. ابهاتنا بالهاي سكول والجامعه كانوا بيلاقوا شغل. في جيل فات لازم هاي سكول وجامعه ويبقى معاه ماسترز. وبعد كده دلوقتي في اجيال طالعه لازم يبقى معاه انجلش، ولازم يبقى معاه اكسل، بعد كده لازم يروح ياخد تايم مانجمنت كورسز. طب هي هتخلص امتى؟ انا خايف في اجيال جايه يقولوا لهم انتوا لازم تبقوا معاكم سيرتيفيكت من كوكب المريخ. طب هتخلص امتى؟ هما ليه دايما قاعدين يطلبوا حاجات زياده ومش مكفيهم الموجود؟ وانا عندي 20 سنه كنتش لاقي نفسي في الجامعه خالص. والدي كنت عايش في امريكا في فلوريدا، قال لي في واحد جاي يعمل توك عندك في المدينه اللي انت فيها اسمه ماركوس باكنجهام وعايزك تروح تحضر التوك. انا قلت له انا مش طايق نفسي في الجامعه، هتخليني اروح احضر التوك دي؟ قلت ماشي، يعني خلاص الراجل دفع فلوس. فرحت حضرت التوك، الراجل بدا كده بالظبط، كان في حوالي 400 واحد قاعدين. قال لو ابنك او لو انت كستودنت عندك الجريد ريبورت ده انجلش A، هيستوري A، بيولوجي C، ماث F، وعندك فرصه واحده تركز في واحده من التوبكس دي، هتختار ايه؟ ماث، انجلش. اللي حصل ان من ال 400 اللي قاعدين في حوالي 380 واحد قالوا نركز على الماث، وفي 20 واحد منهم انا قلنا نركز على الايه. فقعدت افكر هو ليه انا البروسيس في دماغي مختلفه؟ ليه انا عايز اشوف ايه احسن حاجه واركز عليها؟ وكنت انا بتخيل ان ده احسن بوتنشال في كل بني ادم. اكتشفت ان في تيري اسمها بوزيتيف سايكولوجي بتتكلم عن اللي كان في دماغي اصلا، ما كنتش اعرف اصلا ان هو في علم بيقول كده. طب ايه البوزيتيف سايكولوجي؟ وايه الفرق بينه وبين السايكولوجي العادي؟ التريتمنت سايكولوجي ده واحد عيان يروح لدكتور نفسي ويتعالج، عنده مشكله معينه. بيقول ايه؟ بيقول انه خلينا ندرس ايه المشكله اللي في الناس، كل واحد ندرس ايه المشاكل اللي فيه. وبيقول ان احنا نقدر نغير اي بني ادم، لو جبنا واحد حطيناه كده في مدرسه وقعدنا نعلمه هنقدر نغيره. وبيقول ان انت لو صلحت عيوبك هتنجح. واخر حاجه بيقول ان لازم ندي فيدباك، كل ما تشوف حاجه غلط لازم تقول ان دي غلط وتدي عليها فيدباك. طب التالنت بيز او البوزيتيف سايكولوجي بتقول ايه؟ بتقول عكس كده تماما. خلينا ندرس ايه اللي صح اللي في الناس. يعني دلوقتي مثلا نسبه الطلاق بدات تبقى كتير جدا في الوطن العربي. السايكولوجي العاديه بتقول لك تعالى ندرس الناس اللي بتطلق ونعمل عكسهم، البوزيتيف سايكولوجي بتقول لك لا، تعالى ندرس الناس اللي نجحت في جوازاتها.
عشان نمنع الطلاق. بس فهم بيركزوا ايه الكويس اللي في الناس. بيقول لك انت لو تعبت مع بني ادم هتغير حاجه بسيطه جدا، ما تقدرش تغير البني ادم كله. وبيقول لك لو بلشت عيوبك ممكن تتجنب الفشل. بس عشان تنجح لازم تكتشف ايه نقاط القوه اللي فيك ومواهبك وتركز عليها. وهما بيعترفوا بحاجه اسمها فيد فورورد. هنا كان في داك هنا اسمه فيد فورورد وهكلمكم عنه. وبيبليفوا في حاجه اسمها اوبورتيونيتي وهتكلم عنها برضو قدام. جامعه يونيفرسيتي اوف نبراسكا في امريكا عملت ستادي قالت ان في كلاس اسمه سبيد ريدنج اللي هو القراءه السريعه. مين عارف ايه القراءه السريعه دي او السبيد ريدنج؟ حد عارف؟ السبيد ريدنج هو عباره عن ان انت تاخد كلاس او سمستر تتعلم ازاي تقرا بسرعه. يعني لو بتقرا مثلا 100 كلمه في الدقيقه بعد الكلاس ممكن تقرا 150 كلمه. فقدم 1000 طالب وطبعا في امريكا عايزين يعملوا ستادي يشوفوا الافكت بتاع الكورس. فقبل الكورس كان في 2 جروبس اوف بيبل او قسموا الناس اللي قدمت ل 2 جروبس، ناس سموهم افريج ريدر القارئ العادي. دول قبل الكورس كانوا بيقروا 90 كلمه في الدقيقه الواحده. في جروب تاني او الجروب ده اللي بيقرا 90 كلمه في الدقيقه الواحده بعد ما خلص الكورس بدا يقرا 150 كلمه. ايه رايكم في التحسن؟ كويس. انت داخل الكورس بتقرا 90 كلمه في الدقيقه طلعت بتقرا 150. الجروب التاني كان قبل الكورس بيقرا 350 كلمه، دول سموهم الابار افريج ريدرز. تفتكروا بعد ما خلصوا الكورس بدأوا يقروا كم كلمة في الدقيقة الواحدة؟ 350. 500. 400. اللي حصل إن الناس دي بدأت تقرأ أكتر من 2000 كلمة في الدقيقة الواحدة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في ناس كانت موهوبة في حاجة قبل الكورس وركزت عليها، فمعدل التحسن عندهم 8 أضعاف الناس العادية. فانت كل مرة في حياتك هتروح كورس انت مش عاجبك او هتروح مكان انت اتغصبت عليه او حاسس ان انت كويس فيه وانت مش كويس فيه هتتحسن. بس لازم تعرف ان في حد تاني قاعد في حتة تانية قاعد بيتحسن اسرع منك في حاجة تانية هو موهوب فيها. طب ليه لازم نركز على المواهب؟ ايه الهدف ان احنا نركز على المواهب؟ ما الدنيا ماشية والناس الشغل ماشي والدنيا بتتقدم. لان في واحد ده جالوب ريسيرش، مؤسسة جالوب دي من أقوى المؤسسات اللي بتعمل ريسيرش في العالم، بتقول إن في واحد من الخمسة اللي مسكوا الكور أول ما بدأت هيبقى سعيد في شغله. واحد من خمسة. يعني كل واحد قاعد هنا البوسيبيليتي إن هو يبقى سعيد في شغله هتبقى قليلة جدا. عشان كده لازم نركز على المواهب، لازم تكتشف إيه الحاجة اللي فيك وتركز عليها. نشوف فيديو ونتكلم عنه. Que se le cruza, sacó de en medio y llegó casi hasta el arco, mirá. Y hacía goles. ¿Sí? ¿Cómo jugaba ya? Vamos, niño de gritar. Todos los chicos están pasando a Leo Messi. Un lindo regalito, una linda perlita para ver. Era algo que ocurrió hace mucho tiempo y ojalá se repita con la 10 en la espalda, como va a ocurrir el sábado frente a la Gimnasia del Tiro Libre también. Gracias a Dios que alguien viajó a España y lo vio este chico, ¿no? Las inferiores del Barcelona, porque el rock. Mira, ya. Da Lionel Messi وهو عنده 6 سنين. هو نسخة من اللي ما شايفينه دلوقتي، يعني هو عنده 6 سنين فعليا عنده نفس المهارة اللي عنده دلوقتي. احنا بنجيت فوكست قوي في حاجة اسمها اكسبيرينس. والناس بتحاول تقنعنا ان الاكسبيرينس هي اللي هنبقى كويسين عشان بالاكسبيرينس. ميسي هو عنده 6 سنين هو دلوقتي هيز بيتر فيرجن من اللي هو كان عليه. فكل واحد فيكم من هو عنده 4 سنين واقل عنده حاجه ربنا ميزه بيها. فهو اكتشفها. هو السؤال بقى هو عرفها ولا اهله ساعدوه يعرفها ولا لا؟ طب ايه الموهبه؟ الموهبه حاجه ربنا ادهلنا ما تعبناش فيها، انت من يوم ما اتولدت والموهبه دي فيك. عمرها ما بتظهر فجاه. لو انت ممكن تكون ما اكتشفتهاش بس هي عمرها ما تظهر فجاه، ما ينفعش مثلا انت عندك 50 سنه تقول انا بغني صوتي حلو يعني، بس بتحبها وتغير حياتك عشان اهالينا بيتعبوا معانا ما تخرجش مع اصحابك ركز في مذاكرتك، انا هركز في الحاجه يعني لاقي الحاجه بتاعتي وانا هسيب اصحابي.
او ممكن تبقى اصحابي هي الحاجه اللي انا بحبها، بس لازم نلاقي الحاجه اللي احنا بنحبها بتخليك سعيد مهما حصل. اكبر indication ان انت تستخدم موهبتك هو السعاده. وهاي performance from a young age، وانت صغير هتبقى محترف جدا فيها. انا صراحه يعني لازم اتكلم عن يوسف، هو اللي كان بيقدمنا النهارده. بسال يوسف انت بقالك قد ايه بتقدم الناس؟ قال لي ده اول ايفنت ليا. هيز تالنتد في حاجه زي كده، هيز تالنتد ما اضطرش. ما اضطرش يروح ياخد كورسات وبرزنتيشن سكيلز عشان يطلع يقدم. هيز تالنتد ات ذس. بس فيوسف بعد كده هيروح يشتغل في الشركات ومديره هيقول له اقعد في مكتبك وما تقابلش ناس. بس انا لو عندي واحد زي يوسف في شركتي انا هخليه الواجهه بتاعت الشركه اصلا. بس فازاي برضه انت في الشركات تقدر تستغل التالنتس بتاعت الناس اللي عندك. واهم حاجه في التالنت انت بتعملها وبعد كده بتتعلمها. يعني لو جروب اوف بيبل راحوا يتعلموا فروسيه ممكن واحد يركب الخيل من اول يوم، هيز تالنتد. الناس اللي مش تالنتد لازم يتعلموا الاول بعد كده يركبوا الخيل. بس طب احنا بنتوه احيانا بين الموهبه والسكيلز. ايه الفرق بين التالنت والسكيلز؟ ايه الفرق بين الموهبه والمهاره؟ اكزاكتلي. السكيلز انت بتضطر تتعلمها. اهم انديكيشن لفرق التالنت من السكيلز، التالنت ان اوت، السكيلز اوت ان. بمعنى التالنت دي حاجه في البرين بتاعك بتطلع على عينيك على ايدك على رجلك، بس السكيل دي حاجه انت بتلمسها بتشوفها بتتعلمها بعد كده بتخش البرين. انا بتضايق جدا يا جماعه نروح محاضرات ويقعد يقول لي المشاكل ومش عارف ايه. طب اديني حل، طب انا اعمل ايه؟ انا عملت تو كاتيجوريز. اول كاتيجوري هم الستودنتس. الستودنتس لازم تعرف الستوري بتاعتك، لازم ترجع لزمان شوف ايه الحاجات اللي انت حبيتها وانت صغير. ابدا افتكر المومنتس دي. ايه اكتر مومنت كنت انت بتحس بيها في السعاده وانت مع اصحابك وانت بتقرا كتاب ولا وانت بتكريت ا موفي؟ لازم تفهم ايه اللي ربنا ادهولك وخلقك عشان. اسال عيلتك اصدقائك الفاميلي، بدل ما كل يوم تقابل اهلك ولا اصحابك ويقعد يقول انت لازم تغير من نفسك وانت عندك مشاكل، طب اسالهم معلش طيب مفيش اي حاجه يعني انا كويس فيها؟ اي حاجه، حاجه واحده بس اسالهم، اعرف هم بيشوفوك كويس في ايه. Do it now. انا عايز اسال سؤال، ايه الفرق بين واحد عنده 40 سنه يفتح بزنس وواحد عنده 16 سنه؟ ايه؟ انا مش شايف فرق. It's the same thing. انت دلوقتي لو اكتشفت موهبه عندك دو ات ناو. ليه لازم انا هتخرج الاول بعد كده هشوف هعمل ليه؟ انت ربنا ادك موهبه، دو ات ناو. اسسمنتس يا جماعه، في اسسمنتس كتير جدا اونلاين، تخش انت وابنك تعملوا الاسسمنت تبدا تفهم ايه المواهب اللي عندك، ايه البرسوناليتيز اللي عندك، اسمها سايكومتريك اسسمنتس. اخر نصيحه ودي بالنسبه لي اهم نصيحه للستودنت، براند يور سيلف. من وانت صغير اعمل لنفسك براند. في لعيب باسكت بول اسمه ماجيك جونسون. اسمه ما كانش ماجيك جونسون، هم سموه ماجيك لان هو بيعمل ماجيك. كل واحد فيكم لازم يلاقي اسم يوصفه. لو انت سوشيال سمي نفسك ذا سوشيال هاب، لو انت يو لاف ريدنج سمي نفسك ذا ريدر. لازم تعرف ايه الاسم بتاعك، الاسم ده هو هيكمل معاك يديك جايدنس لانت هتبقى مين من وانت صغير. طب بالنسبه للبيرنتس والتيتشرز الاسسمنتس، والله يو نيد ات برضه. انت محتاج تفهم نفسك وتفهم ابنك وتبدا تعرف ازاي تتعامل معاه. فيد فورورد. ايه الفرق بقى بين الفيدباك والفيد فورورد؟ بدل ما كل ما تشوف ابنك بيعمل حاجه غلط وتقعد تقول له غلط 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 غلط، اديله بديل. لو عايزه يقوم من على البلاي ستيشن اديله ملعب كوره، اديله كتاب، اديله قاعده مع ناس يستفيد معاهم. بس ما تقعدش تقول له غلط غلط، اديله بديل. هو ده الفيد فورورد. يو هاف تو جيف هيم سمثينج، يعني اشتكي وبعدين اديله الحل. بس والحاجه الاهم من كده كمان هي ان انت تو كرييت اوبورتيونيتي. انا بالنسبه لي اهالي والتيتشرز ذير مين جوب ان هم يفتحوا لنا ابواب للاجيال الجايه. الحياه بالنسبه لينا انا ممكن اكون عديت شويه، بس الاجيال اللي جايه they will struggle، حياتهم اصعب من حياتكم كتير. افتحوا لهم ابواب. مش لازم كل واحد يفضل ماسك في الكرسي او في وظيفته لغايه اخر يوم في عمره. سيبوا الكراسي دي للاجيال الجايه. بليز جيف الاجيال الجايه opportunities. في 3 بيبل من المدرسه هنا عملوا الاسسمنتس. ما
بس فانت ثرو ذا اسسمنت انت ممكن تعرف شخصيات الناس بمنتهى البساطه. يعني هنا شيء عندها حاجه اسمها كونتكست، شي لافز هيستوري، كل حياتها بتتعلم من الماضي. ف وي كان اندرستاند هنا ده حد عنده ايديشن، كل خمس دقايق تطلع له فكره جديده، لازم يتحط في مكان يشير الايديز اللي عنده. واخر واحد دي واحده عندها كومبيتيشن، بمعنى ان اهلها لما يروحوا لها يقولوا لها شايفه جارتك جابت نتيجه عامله ازاي، انت كده بتحمسيها. بس لما تروح تعمل نفس الحاجه مع طالب او حد الكومبيتيشن عنده مش نقطه قوه او قليله، انت كده اكشن بتحبطه مش بتساعده. فلازم تفهم شخصيه ابنك او الستودنت بتاعك قبل ما تتعلم تتعامل معاه. في ريسيرش دايما بتكلم عن جالوب، لان جالوب هي من اقوى المؤسسات اللي بتعمل ريسيرش. عملت ريسيرش تكتشف ان 50% من الادلتس او 51% من الادلتس بيندموا على اللي درسوه. طب اذا كان هم هيندموا، وفي معلومه ثانيه ان من اغنى 10 رجال في العالم منهم ستيف جوب اللي توفى، 6 منهم ما كملوش تعليمهم اصلا. طب اذا احنا هنندم على تعليمنا وشايفين اكزامبلز ثانيه ناجحه ما كملتش تعليمها، ليه يعني بنستريس مع اولادنا ان دي اهم حاجه، دي خطوه خلاص اللي هتحدد حياته ولا هينجح ولا ليه؟ خليه يختار. انا على فكره يا جماعه مش ضد التعليم، بالعكس انا عايز الناس تفينش ذا اديوكيشن، بس دونت ستريس، خليه يختار السبجكت، دكتور مهندس يعني ليه؟ خليه يختار الحاجه اللي هو حاببها. واكبر دليل عندنا واحد زي محمد صلاح، انا نفسي اعرف كان ايه اللي هيحصل لو والد محمد صلاح جه وهو مثلا عنده 7 سنين قال له سيبك من الكوره وركز في مذاكرتك. انا نفسي اعرف كان ايه اللي هيحصل. بس خلي بالكوا يا جماعه، صلاح لسه ده كان في مجله 100 most influential people. القرار اللي خده والده معاه ده ما كانش قراره هو وابنه بس، ده قرار ليه علاقه بالعالم. يعني اي قرار والدك بياخده معاك دلوقتي ده ممكن اكشلي افكت العالم كله، مش بس العيله او السيركل الصغير اللي انتوا فيه. انا هختم بالسلايد دي، وفي ناس كتير جدا قالت لي السلايد دي اتحرقت وناس كتير شافتها. السلايد دي عباره عن different type of animals، والراجل بيقول لهم عشان ابقى خير وعادل معاكم عايزكم كلكم تتسلقوا الشجره. وده اللي بيحصل معانا، احنا كلنا شخصيات مختلفه، بس في المدرسه في الاخر هو امتحان واحد هيقول انت شاطر ولا ناجح ولا ذكي ولا. فاذا انتوا شفتوها كتير وزهقتوا منها، طب ليه ما بنعملش اي حاجه؟ ليه المدرسه لسه الكراسي قاعدين زي ما احنا باصين للمدرس ومفيش حد ينفع يتكلم؟ ليه بنعامل اولادنا كلهم بنفس الطريقه؟ ما كل واحد فينا ليه شخصيته وليه الديفرنت بيرسوناليتي بتاعته. ثانك يو سو ماتش يا جماعه، انتوا يو ار